رؤساء أركان جيوش دول التحالف الإسلامي يعقدون اجتماعهم الأول في الرياض وسط تصعيد عالمي في الحرب على الإرهاب. الهاجس الأمني يلغي مسيرة ضد الخوف في بروكسل واعتقال 3 متهمين بالإرهاب في إيطاليا. بعد عام على عاصفة الحزم، الرئيس اليمني يقول إن الميليشيات تبحث عن طوق نجاة والدولة تقترب من العودة. الأزمة السياسية العراقية تدخل مرحلة جديدة مع عودة الصدر إلى بغداد وتمديد الاعتصامات. حملة المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز تنتعش مجددا مع فوزه على كلينتون في ولايتين. عملية جديدة لفصل توأمين سياميين باكستانيين في السعودية.